محطتنا الثانية زينب كمان كتير مهمة، رح نحكي فيها عن أهمية القراءة عند الأطفال، ولأنه الكتاب هو غذاء الروح العقل والعاطفة، لأنها تنمي خيال الطفل وتحلق به عاليا بعيدا عن الواقع، تساهم ببناء شخصيته وصقلها، كما أنه يساهم بتحسين مهارات النطق والتعرف على المفردات. أكيد، وفوائد كتيرة للكتاب وكتير من المواهب التي كرست عند الكتاب لبناء شخصية الطفل. أكيد لنحكي أكثر عن الطفل وكتاب الطفل وأهميته بسرنا. بنرحب الكاتبة رنا أحمد شريف، كاتبة قصصية للأطفال. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير عن جديد، اهلا وسهلا فيك. كثير من الاسئله وكثير من المجموعات اللي حضرتك قدمتيها رح نتعرف عليها، واكيد هلا خلينا نروح لنشوف التقرير التالي وبنرجع لنبدا مع حضرتك. أهمية القراءة للأطفال لأنها غذاء الروح والعقل، لطالما حجزت القراءة المكان الأجمل والأرقى بين الهوايات، ومن أهم فوائدها للطفل تحسين مهارة القراءة. فممارسة القراءة للأطفال بشكل مستمر وواسع يحسن أدائهم فيها. تمرين الدماغ، حيث تعد عملية القراءة معقدة أكثر من مشاهدة التلفاز وغيرها، لذلك تساعد القراءة في تعزيز ترابطات الدماغ وفي بناء ترابطات جديدة. تحسين التركيز، عند جلوس الطفل للاستماع للقصص فإن ذلك ينمي مهارة التركيز لديه وللمدى الطويل. فهم البيئة المحيطة، حيث تساعد القراءة الطفل في التعرف على الأشخاص والأماكن والأحداث البعيدة عن تجاربهم الخاصة. تحسين المفردات والمهارات اللغوية، حيث يتعلم الطفل كلمات جديدة عند القراءة، كما أنه يميز كيفية تكوين الجمل. تطوير مخيلة الطفل، يحول الدماغ الأشياء التي يتم قراءتها إلى صور في مخيلات الشخص، مما يساعد الطفل في توظيفها بحياته اليومية. تنمية التعاطف، تساعد القراءة في تنمية شعور الطفل بالأحداث وتخيل نفسه في مكانها وكيف سوف يتصرف فيها. المتعة، ويمكن اللجوء إلى القراءة عند الشعور بالملل. تحسين الأداء الأكاديمي، حيث أن الأطفال الذين يقرؤون يحققون نتائج أفضل في جميع المناهج التعليمية. وللحديث أكثر عن القراءة وأهميتها، لنعود مع ضيفتنا بصباح نغير يلي رح تجاوب على كتير من الأسئلة وتعرفنا بنفس الوقت على أهم أعمالها. أكيد فرح بعد ما شفنا هالتقرير. لازم نسأل أول سؤال، أنه كيف ممكن تكون يمكن آلية السرد القصصي التي تجذب الأطفال، خلينا نقول، واللي يمكن تساعد ببناء شخصية الطفل؟ هلا طريقة السرد القصصي عند الأطفال، هن الأهل بداية عمر الطفل، الأهل اللي بيقرأوا للطفل، الطفل غير قادر على القراءة في مرحلة ما قبل التعليم، لهيك كتير مهم الطريقة ممكن نحن نجذبهم ونتفاعل معهم، تكون الطريقة تفاعلية أكثر ما أنه بس مجرد قراءة، لأنه بس تقرأي بدون تفاعل حيمل الولد، ما حيتم معاكي، فكتير حلو أنه يكون في تفاعل، تسألي عن الشخصيات، تسألي شو ممكن يصير، تخلي ممكن طريقة قراءتك القصة تكون تمثلي وتتبني شخصيات بالضبط، تقلدي الأصوات، يكون عندك يعني حماس تفاعل مع الطفل أكثر. أكيد اليوم رنا توجهتي للطفل، هي الشريحة العمرية اللي لها خصوصية كتير كبيرة وحساسة كتير، خلينا نعرف العمر بالتحديد من أي سن لأي سن توجهتي له، وقديه فعلا التعامل مع الطفل يمكن بيختلف عن التعامل مع اليافعين مع الكبار وباقي الشرائح العمرية. أكيد هلا كتير مهم عند الكاتب إنه يعرف إنه كل مرحلة عمرية له نوع معين وخصوصيات معينة بالقراءة، يعني طفل بعمر من سنة لثلاث سنين بيجذبه يمكن مجرد كتاب فيه صور فيه ألوان فيه أعداد، بعمر أكبر شوي الطفل بيصير بده يستكشف العالم من حوله، بده يتعرف على محيطه، بده يتعرف على جسده، بدك تجيبيه على كتير من الأسئلة اللي بيسأله وبيكررها بشكل متكرر، فكتير مهم الكاتب يعرف
كل مرحلة عمرية شو بحاجة إنه نحن نقدم له. أنا بالنسبة إلي توجهت أكثر شيء للأطفال من عمر 7 سنين ل9 سنين، الأطفال القادرين إنه يقرأوا القصة. كان عندي مسرحية أمنا الأرض وبعد الأمنيات تتحقق، وأخيرا وقعت آخر كتاب صائد النجوم في معرض الشارقة للكتاب. نعم رنا، أمنيات تتحقق يمكن الاسم شوي هيك ملفت، شو كنتي الهدف من أنه من هي طبعا السلسلة للأطفال وحابة توصلي الشيء للأطفال؟ مثل ما كلنا بنعرف بظرف الإرهاب والحروب اللي مرقت على سوريا كتير أطفال تسربوا من التعليم، فحبيت وجه رسالة من خلال الأمنيات تتحقق للأطفال، مثل عنده مشكلة وقادر يحلها. طفل بيكون هو ما عم يقدر يتعلم بسبب المادة، بيقدر بعدين ستو تساعده تخيط له صوف شغلات أشغال يدوية ويقدر يبيعها بسوق أو بازار يعني بالضيعة اللي هو فيها، ومنها بيروح بيسجل بالمدرسة وبيكمل تعليمه وبيطلع الأولي على المدرسة. فإنه وعلاقة الطفل مع الجدة، لأنه كتير أطفال حتى بسبب إنه الظروف ناس سافرت وبعدت صارت العلاقة مع الجدة يا عن طريق سكايب يا زيارات قلت يا هيك، فكتير حلو كمان علاقة الجدة مع الطفل كيف تكون علاقة مترابطة، ولأنه الجدة بالنسبة له يعني أقرب من الأم أحياناً. أكيد كتير حلو هذا الكلام يلي بيخلينا نسأل إنه نحنا اليوم بدنا نعلم الأطفال كتير من المبادئ، كتير من يمكن الأفكار يلي المفروض تكون موجودة عند كل طفل، بنفس الوقت بدنا ينبسط بالحكاية وينشد إلها وبعدين يقلنا رجعي قري لي حكاية جديدة. كيف بدنا نحقق هذا الشيء بين المتعة والفايدة؟ أول أهم شغلة إنه نحن نعرف أهم شيء بالنسبة للقراءة بأوائل حياة الطفل هي متعة، لا هي للتعليم ولا هي للوعظ، لأنه أغلب القصص عم تكون وعظية أو تعليمية. فبداية مباشر بشكل مباشر، فكتير مهم بداية إنه نحن كيف نخليه يحب الكتاب، سواء يعني أول شيء شوفنا عم نقرأ، يشوف بالبيت في كتب، بأي مجال بأي شيء، إذا كان رايح وين ما كان رايحين على الدكتور عندنا موعد انتظار ممكن ياخذ معه أي شيء يحب الكتاب. أول شيء نحببه، ما يكون مفروض عليه بشكل إنه فرض بشكل تعليمي، لا، إنه نحن نحببه بالقراءة تصير عادة عنده، تصير متعة بالنسبة له. بس يصير في تفاعل مثل ما حكينا قبل أكيد، ويسأل عن الشخصيات، الطفل كتير بيتأثر بالشخصيات، فبيصير في تفاعل بينه وبين الأم، حتى تفاعل من ناحية العاطفية، يعني الأم إذا قعدت الطفل بحضنه وقرت له قصة كمان بيصير في نوع من الترابط القوي بين الطفل والأم. إذا قدرت قبل النوم تقرأ له أو بأي وقت، نحن ما منحدد يعني قبل النوم أو بأي وقت هي قدرت، أو إذا هي ما قدرت زوجها إذا قدر يقرأ للأطفال، ما قدر الأخ الأكبر إذا عودناه كمان يقرأ، يعني كتير بيكون في تفاعل حلو بالعائلة. أكيد. طب خلينا نحكي شوية رنا، يمكن هلأ صاروا الأولاد نعطيهم التابات أو نعطيهم يمكن اليوتيوب إنه يحضروا شيء أو يسمعوا قصص أطفال، اليوم عبر كتب الأطفال كيف فيك تجذبي مثلا انتباه الطفل من التاب للكتاب يقعد يقرأ كتاب؟ هي كيف بدهم يعملوا الأهل خاصة هلأ؟ هلا الحقيقة إذا بتقارني بين محبة الطفل للتاب أو للكتاب، لا أكيد للتاب، لأنه بيجذبه للطفل، فيه أصوات فيه تفاعل. فلهيك كتير دور نشر توجهت لأنه تحول تعمل منصات قرائية على مواقع، وبنفس الوقت تكون هي القصص تفاعلية. كيف يعني تفاعلية؟ أنه الطفل هو عم يقرأ قادر يسمع صوت، قادر يفتح شباك، قادر يحرك شيء، فكتير كان إلى جذب. بس مشكلتها شو هاي؟ ما بتجذب طفل بجوز بعد 6 سنوات، هي للعمر الأصغر، فلسه في فجوة منلاقي. وأغلب الأطفال بتوجهوا مثلا للعب على الآيباد، ما بيكون للقراءة حقيقة. فنحن كمان مفروض نحدد وقت للأطفال، ما نترك الباب مفتوح لهم يعني يقعدوا مثل ما بدهم. يعني هون على الأهل. اي طبعا. كتير حلو زين، مثل ما شفنا بالتقرير قد في لها فوائد كتير كبيرة القراءة، يمكن اللي قدرنا نعده منه ونحطه بهذا التقرير هو جزء كتير بسيط. اليوم الذائقة الإبداعية والخيال للطفل، قد القراءة ممكن تنميها وتساهم بمستقبل كتير حلو للطفل؟ أكيد. هلا الذائقة الأدبية كيف بتجي؟ هي إنه يكون عنده الطفل صار مهارة إنه يقدر يدرك كيف جمالية النص الأدبي أو الفني، حتى الصور، لأنه ممكن يصير عنده ذائقة فنية. فمن خلال قراءته بداية نحن ممكن نقدم أي شيء للطفل.
مع الوقت بتلاقي هو صار يختار شو عم يعجبه شو ما عم يعجبه، مين الكاتب بجوز، مين دور النشر، مين الرسمات اللي صارت عم تعجبه. هون صار بقى عنده تذوق أو ذائقة أدبية للفن الأدبي والفن التشكيلي. ممكن مع الوقت بتلاقي هذا الطفل القارئ يعني غير متميز عن الباقيين. ليش؟ هلا في كتير ناس متعلمة ممكن بس ما بتقرأ، هدول اللي بنقولهم نحن الأميين المثقفين. يعني في أمية وفي ناس عن جد خريجين جامعات وهيك بس ما بيقرأوا. الطفل اللي بيقرأ بتلاقيه إنسان متميز، إدراكه أكتر، بتلاقيه قادر يحل والمشكلات يعني ويعتمد على ذاته، قادر بجوز يتفاعل مع محيطه بشكل سلس وعنده ذكاء اجتماعي أكثر، خاصة اللي بيقروا قصص الغاز وقصص بوليسية وشغلات. أكيد. رنا، شو هيك في أفكار جديدة ممكن الترجمية عبر سلسلة للأطفال؟ عندي كتير أفكار حقيقة إن شاء الله هيك للمستقبل، وعم فكر ساوي دور نشر بسوريا للأطفال، لأن أنا لهلأ اللي نشرته بالدولة الإمارات كان، فإن شاء الله أنه عندي فكرة أني ساوي دور نشر هون بسوريا. كتير حلو. بدنا نقول لك أكيد شكرا أنك كنتي موجودة معنا، وشكرا كان على هي اللفتة أنه نحن منتوجه للطفل، منبني بناء كتير سليم من غزي الذائقة الفنية والإبداعية لإله. شكرا لك، نتمنى لك كل التوفيق وتحقق فعلا دار نشر عنا. شكرا لك ان شاء الله. شكرا، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك يا رنا، وان شاء الله هيك منشوف فعلا كتب قيمه تجذب انتباه الاطفال بعصر السرعه والانترنت وتاخذ لهم وقتهم وحيزهم كلهم. شكرا لك. شكرا كثير.